اهلا وسهلا اصدقائي، تحياتي واشواقي. انا موجود في منطقه ام سقيم، اللي ورايا زي ما انتم عارفين برج العرب، فندق 7 نجوم، بني تقريبا قبل 20 سنة. هو اول برج في العالم بني على جزيره صناعيه. زي ما انتم شايفين موجود على القمه مهبط لطائرات الهليكوبتر، وموجود كمان ملعب تنس، ويعتبر من افخم الفنادق في العالم. في كثير عدد من الناس سياح بيجوا حتى يلتقطوا الصور هنا. طبعا اكيد انك تاخذ غرفه حتكون غاليه جدا هنا. برج العرب تم الانتهاء من بنائه في عام 99، يتكون من 56 طابق.